قد حضر الجميع هنا مشاركة لآل حجازي جميعا وآل عطية. ندعو المولى عز وجل أن يجعل الثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقيدة الراحلة. خوات اليمين والإسلام مسك الختام، وكما بدأنا نختتم، وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش مع خيرك لا يمل سماعه، وصوت يترقب الكل استماعه، مع علم من أعلام رياد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، وفاكهة قراء محافظة العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرة، أمير النغم وملك المقامات قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بشبرا اليمن مركز زفتة. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مقدورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله أكبر. جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. استعجل، ما تستعجلش على رزقك، اصبر. حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. والكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا إلا جزاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يا رب. نعم. عليك سيد. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله أكبر. هنا في عليك يا دكتور. الله أكبر. الله أكبر.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء أتوب إليك يا أستاذ شاهد يسمون فيه بداية من أفيد عليك يا رب أستاذ شاهد مثل عدد همش عن لك أنتم هاي شكرا وحيو قاعدة وعليك عدد سيدة متكبر متكبر حاضر 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 عليه رحمة الله لا يرحم لا يرحم لا يرحم قدام رأسه الله فمن شاء اتخذ إلى ربه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر
الله أكبر. صلوا على الحبيب النبي. إن في ذلك لعبرة عبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بناها الله. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ارحمنا يا رب. أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأغطش
والأرض بعد ذلك دحاها 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 أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك صلوا على الحبيب النبي صلوا على الحبيب النبي بدر المؤمن بدر المؤمن اشو انت عارف يا لا والله مو بس شباب والله انت تمام شويه فاتح انا الشيخ محمد يا عم والأرض بعد ذلك دخل والأرض بعد ذلك دخل أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساة يسألونك عن الساعة أيان مرساة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحاها
إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لا صلوا على الحبيب النبي، صلوا على الحبيب النبي. نعم يا دكتور. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ تاني أنا. حاضر حاضر. الله أكبر. لا لا
بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم. بالقلم علم. بالقلم علم. علم الإنسان ما لم بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما خليك لحبايبك يا دكتور. يا دكتور افتح عليك 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 يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وكذا ختم أخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة ختمت هذه النفحات الطيبة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني. أمير النغم وملك المقامات وقارئ الإبداع الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ مرحلة الإذاعة والتلفزيون العربي القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي في المحافل الدولية فضيلة القارئ القارئ والمقيم بشبرا اليمن مركز إفتاء بمحافظة الغربية نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية والهندسة الكهربائية الكبرى.